اهلا وسهلا. الصف الرابع الابتدائي، تكنولوجيا المعلومات، الدرس الاول للمستكشف الناصت. في هذا الدرس بنكتشف دور التكنولوجيا وتطبيقها في الحياة العملية. في واحد اسمه ألبرت لين، ده مستكشف ناشط، ده عنوان الدرس، ده هو الموضوع بتاع الدرس. الأول بنعرف التكنولوجيا والعلماء. التكنولوجيا دراسة وتصميم وتفعيل ودعم أنظمة المعلومات التي تعتمد على الحواسيب والأجهزة الحديثة، ولذلك فإنها تخدم العلماء في مجالاتهم المختلفة. التكنولوجيا معناها تطبيق المعرفة العلمية في الحياة العملية ببساطة. طيب، برضو تعريف اللي موجود في الكتاب أو مطلوب: التكنولوجيا دراسة وتصميم وتفعيل ودعم. دراسة، نتعرفها الأول، نصممها، نحطها على ورق، نحطها حاجة نظرية كده، بعدين إيه، نفعل الكلام ده بقى، نخليه حاجة عملية نمسكها بإيدينا، نعمل موبايل، نعمل سيارة، نعمل طيارة، نعمل دبابة. دعم أنظمة المعلومات تعتمد على الحواسيب اللي هي الكمبيوترات والأجهزة الحديثة، تخدم العلماء في مجال عملهم. البلترين ده بقى إيه، هو عبارة عن إيه؟ البلترين، البلترين ده ألبرت لين، عالم آثار، استخدم أدوات التكنولوجيا لتغنيه عن الحفر في أماكن مختلفة لاستكشاف مواقع أثرية. هو أصلا راجل عالم آثار. طيب، أنا كل ما أنا عاوز أدور على آثار في مكان، أجيب حفار وأجيب أدوات حفر بملايين الدولارات عشان أحفر؟ لأ، أنا عايز أستعمل التكنولوجيا عشان تخدمني في المجال بتاعي اللي هو البحث عن الآثار أو التنقيب على الآثار. طيب، أهمية التكنولوجيا بقى لعلماء الآثار: تسمح لهم باستكشاف بطرق بسيطة وسهلة، وتوفر الجهد والفلوس. تمثل أهمية الأدوات لتكنولوجيا التكنولوجيا لعلماء الآثار إيه هي الأهمية؟ أهمية تلك الأدوات التكنولوجية اللي بنتكلم عنها لعلماء الآثار: بتسمح لهم بالاستكشاف بطرق بسيطة وسهلة، وتوفر الجهد والتكلفة. يعني إيه؟ أنا ممكن عايز اجيب حفار بمليون دولار عشان استكشف بس هل في اثار ولا ما فيش، بس ممكن ما فيش، يبقى الفلوس راحت عليا. يبقى بنعمل ايه؟ الطرق البسيطة دي بتوفر علينا وقت وجهد وفلوس، بتساعدهم في التعرف على اين يوجد يجب ان يحفروا، وذلك عن طريق اغراء مسح فوق وتحت الارض. يعني هي في البداية بتوفر عليهم مسألة الايه، التنقيب الاستكشافي. لا، انا احنا هنعمل ايه؟ هنمسح الارض ونعرف هنا في اثار ولا ما فيش، وبعد كده نبقى نحفر ونصرف فلوس على الحفر. ادوات التكنولوجيا التي استخدمها علماء الاثار لتحديد مكان الاشياء فوق سطح الارض. ايه هي الادوات اللي بنتكلم عنها دي؟ الصور التي يحصل عليها من الاقمار الصناعية، الساتلايت، تستخدم في الحصول على المزيد من التفاصيل والمعلومات عن منطقة ما. طائرة بدون طيار، درون، تستخدم في اكتشاف المنطقة عن طريق تحكم الطيار فيها وهي على سطح الأرض. الطيار، الراجل واقف مع ريموت كنترول بيحرك الدرون، يقول لها صوري المنطقة دي. تصور نظام تحديد المواقع GPS، يستخدم في تحديد مكان ما بواسطة الأقمار الصناعية. الأدوات بقى اللي بيستخدمها العلماء وبتساعدهم جدا على قصة تحديد المكان: مقياس المغناطيسي، يستخدم في العثور على المعادن في باطن الأرض، وأيضا قياس المجال المغناطيسي. الرادار المخترق للأرض، يستخدم لإيجاد الأجسام المدفونة غير المعدنية تحت سطح الأرض. الرادار ده بنستعمله علشان الأجسام غير المعدنية. طيب، بعض الأسئلة أو التدريبات: قام صديق بإرسال رسالة إلكترونية تحتوي على عنوانه، ويعني هذا أنه استخدم الرادار المخترق ولا مقياس المغناطيسي ولا جهاز تحديد المواقع GPS؟ هو بعت رسالة إلكترونية، يبقى استخدم GPS. طيب، جهاز يكشف ما يوجد من أجسام تحت الأرض، الرادار المخترق ولا مقياس المغناطيسي وجهاز تحديد المواقع ما يوجد تحت الأرض، الرادار المخترق للأرض أو المقياس المغناطيسي سواء كان ده أو ده؟ جهاز يكشف ما يوجد من أجسام معدنية،
مقياس مغناطيسي. إرسال رسالة لشخص غير مقرب مع الحرص على عدم مشاركة رقمك الشخصي، يبقى أنت تستخدم رسالة بريد عادي، رسالة نصية، رسالة صوتية، بريد الإلكتروني. رسالة بريد عالي أحسن يستخدم. يستخدم لصنع تحديد المواقع الاتصال وتحديد مواقع الأشياء عن طريق الأقمار الصناعية. يستخدم نظام الموقع العالمي لاستكشاف المعادن الموجودة تحت سطح الأرض. اعتمد المهندسين على جهاز قياس المغناطيسي في تحديد أماكن البناء. يستخدم الرادار المخترق للأرض لاكتشاف الأجسام المدفونة تحت الأرض. لا يعتمد السائح في السفر على جهاز الرادار المخترق. الهدف من إضافة نظام الموقع العالمي على كل الهواتف الذكية كشف عن أماكن الآثار. يستخدم جهاز مقياس المغناطيس في اكتشاف المعادن المدفونة في الأرض. الهدف من إضافة نظام الموقع العالمي على كل هاتف الهواتف الذكية هو الكشف عن أماكن الآثار. لا طبعا، الأماكن عموما. اقرأ المواقف التالية ثم حدد أدوات التكنولوجيا المناسبة التي يمكنك الاعتماد عليها. تريد أن تكتسب المزيد من المعلومات عن الأماكن الذي تسافر إليه. تريد أن تستخدم الأجسام المدفونة تستكشف الأجسام المدفونة تحت الأرض في أحد المدن. تريد أن تحدد إحدى المناطق أو أماكن مشهورة على جهازك. تريد أن تستكشف المعادن في باطن الأرض. يبقى أنت تستعمل إيه لما تكتسب المزيد معلومات عن الأماكن التي تسافر إليها؟ عايزين الجي بي إس عشان نقدر نتحرك. تريد أن تستكشف الأجسام المدفونة تحت الأرض، الرادار أو الجهاز المغناطيسي، مقياس المغناطيسي. تريد أن تحدد إحدى المناطق أو الأماكن المشهورة على جهازك، الجي بي إس. تريد أن تستكشف المعادن في باطن الأرض، جهاز المقياس المغناطيسي. الصف الرابع ابتدائي، اهلا وسهلا في الدرس الثاني من تكنولوجيا المعلومات. في الدرس ده هنشرح تطور تاريخي للتكنولوجيا. ما هي مراحل تطور التكنولوجيا عبر الزمن؟ ده عنوان الدرس. هنسمي المرحلة، هي المرحلة دي كان اسمها ايه او الكتاب مسميها ايه، وكانت من السنة كام لسنة كام، وايه اهم ما يميز هذه المرحلة. الدرس ده قد يكون صعب شوية لانه بيتكلم عن تطور تاريخي، موضوع تاريخ، حاجة حصلت من زمان، فمعلش ممكن تكون بعض المصطلحات يعني غريبة شوية، بعض الحاجات محتاج ان انا احفظها. انا بقول ايه، عصر ما قبل الثورة الميكانيكية. يعني ايه عصر ما قبل الثورة الميكانيكية؟ وده كان من 3000 قبل الميلاد ل 1450 ميلادي. 3000 قبل الميلاد يعني قبل ميلاد المسيح. المسيح ولد قبل كده ب 2023 سنة. احنا دلوقتي في سنة 2023 ميلادية، يعني المسيح اتولد قبل 2023 سنة. طيب 3000 قبل الميلاد معناها ايه؟ معناها من دلوقتي 5023 سنة ميلادي. 1450 يعني من 1450 ميلادية، من بعد ميلاد المسيح، يعني الفترة دي حوالي 4500 سنة. فدي فترة كبيرة جدا. بس هو ايه بيحاول يلخص لك ايه الحاجات المميزة للفترة دي. بيقول بدأت الشعوب التواصل مع بعضها من خلال الصور والرسوم كما في الكتابات الهيروغليفية، ثم تواصلوا بواسطة الأحرف والأرقام. ايه العملية الأول؟ كانت بالرسوم، كانت بالصور. انا ارسم لك صورة زي حاجة زي اللي باينة كده على جدران المعبد ده، صورة بتمثل بيقدموا القرابين للآلهة، بيتبادلوا بعض الحبوب، بيصطادوا السمك، بيصطادوا الطيور، المعابد المصرية اللي هي التيمبلز مليئة مليئة بهذه الرسومات، والمقابر كمان، المقابر والمعابد دي مصادر للصور. سجلت الشعوب. احنا بعد كده بدأ التواصل بالأحرف والأرقام، بدأنا نبتدي نكتشف ان في حاجة اسمها حروف وأرقام ونقدر نستعمل. يبقى الأول كان الصور وبعد كده الحروف والأرقام. سجلت شعوب من خلال هذه الكتابات معلومات كثيرة حول الاتفاقيات بينهم بالكتابة الهيروغليفية على الورق البردي. الورق البردي كان ورق، البرد ده بينمو في النيل، بياخدوه بيحولوه لورق، شيتات ورق، وبعد كده يكتبوا عليه
تشكل هذه المستندات والمخطوطات عنصرا اساسيا لفهم التاريخ. احنا لما نيجي ناخد مخطوطة من المخطوطات دي ونقراها، ده كان في معاهدة ما بين رمسيس الثالث وملك من الملوك، ده كان في اتفاق معين، فدي حاجة تخليها مستندات يعني. طيب، ظهر في العصر أقلام حبر ورصاص وأوراق ومخطوطات وعدد الأباكوس. الأباكوس ده كان بقى إيه في عصر دلوقتي، ده تطور تاريخي. لو احنا قلنا إن في محبرة وورق وبعدين قلم رصاص وبعدين عداد قديم وبعدين مخطوطات قديمة، الكلام ده كله مظاهر، بس هي كل مرحلة تاريخية بتتميز بحاجة معينة. عايزين إيه ما نتلخبطش، نعرف إيه هي المرحلة التاريخية دي، هي بدأت من إمتى وانتهت إمتى، وهي اسمها إيه، عصر ما قبل الثورة الميكانيكية. طب بدأت إمتى، سنة 3000 ميلادي وانتهت إمتى، سنة 1450 ميلادي. طيب إيه خصائص هذه الفترة؟ الفترة إن دي كان فيها تواصل ما بين الشعوب، بس كانت بالصور، وبعد كده الصور ديت اتحولت لأرقام وحروف. طيب ايه الفايدة من الحاجات دي، ايه المستندات بقى يعني ايه الفايدة من الكلام ده بالنسبة لنا احنا، بالنسبة لهم لا، كانوا بيتواصلوا بالطريقة دي، انما ايه الفايدة بالنسبة لنا؟ بالنسبة لنا الفايدة ان احنا، طب المرحلة التالية عصر الثورة الميكانيكية دي بتبدأ من 1450 ل 1840. احنا قلنا 1450 ل 1840، حوالي تقريبا كده 100 سنة، 100 سنة ولا كام، ولا 400 سنة، معلش 400 سنة، 410 سنة مثلا او حاجة زي كده، او 400 سنة. طيب الفترة دي 1450 ل 1840، اعرف برضو ان هم 400 سنة عشان بقى افتكر من 1450 ل 1840. طب العصر ده بدأت فيه الثورة التكنولوجية، الفكرة بقى التكنولوجية، فكرة تطبيق المعرفة في مجالات الحياة، نظرا للحاجة لتسجيل مزيد معلومات ومشاركة. احنا عايزين نسجل معلومات وعايزين نشاركها مع بعض، انا عايز نتواصل. تلك الفترة نشأت الطباعة، اهم ما يميز هذه الفترة نشأة الطباعة. يعني ايه الطباعة؟ يعني انا مثلا كنت عايز اكتب كتاب، اقول لواحد، اروح لواحد واقول له اكتب لي الكتاب ده، يقعد ينسخهولي بايده لمدة شهر مثلا، واخد لي بالك، وياخد مني مبلغ. انما انا في عصر الطباعة لما جوتنبرج اكتشف الطباعة، فكرة كانت بسيطة، انه بيعمل قالب من الاحرف بتاع الكتاب ده وبيبتدي يحط عليها الحبر ويحط الورقة، فتطلع الورقة مطبوعة ويبتدي يجمع الورق بتاع الكتاب، فكانت الموضوع أسهل بكتير. ممكن نعمل مثلا 100 نسخة، 300 نسخة، 500 نسخة. طيب الطباعة دي سهلت ايه عملية الطباعة؟ ظهر عصر الآلة الكاتبة، الآلة الكاتبة الناس بتاعه تقدر تكتب على آلة كاتبة، بدل الكتابة بالقلم والورقة، الآلة الحاسبة النسخة الأولى من آلة باسكال. تبقى يبقى عندنا عصر الثورة الميكانيكية ده، احنا عايزين نعرف ايه في الموضوع ببساطة شديدة، ان العصر ده بدأ من 1450 ل 1840، حوالي 400 سنة تقريبا. طيب العصر ده ايه المميزات بتاعته، ايه يعني ايه اللي كان بيميزه، واحنا عايزين نعرف ايه اللي بيميزه. بيميزه ان احنا الحاجة لتسجيل المعلومات ومشاركة المعلومات زاد، فبالتبعية زاد ايه، زاد احتياجنا لحاجات تكنولوجية تساعدنا على الكلام ده، فظهرت الطباعة، ظهرت آلة الكتبة، ظهرت آلة باسكال. اكتر من كده مش عايزين نعرف. طيب عصر الثورة الكهربية والميكانيكية، العصر ده اسمه ايه؟ عصر الثورة الكهربية والميكانيكية، الكتاب مسميه كده. طيب ايه، بدأ امتى وانتهى امتى؟ بدأ 1840 ل 1940، حوالي 100 سنة، 1840 ل 1940، 100 سنة ميلادية الكلام ده، 1840 ل 1940. ايه اللي بيميز هذه الفترة؟ انطلاق مرحلة الاتصال التي نعرفها اليوم، مرحلة الاتصال، استخدام الكهرباء الذي نتج عنه اختراعات زي الهاتف وجهاز التسجيل وجهاز الكمبيوتر الرقمي الأول، وجهاز ارتفاعه كان ارتفاعه 8 قدم،
القدم ده حوالي 30 سنتي تقريبا، 8 قدم وطوله 50 قدم وعرضه حوالي 2 قدم ووزنه 50 طن. يبقى ايه الموضوع بتاع الثورة الكهربية والميكانيكية؟ بدأت 1840 انتهت 1740. طب ايه الموضوع؟ اكتشف جراهام بيل الايه الهاتف اللي هو التليفون، ظهر اول جهاز كمبيوتر كان حجمه كبير، محطوط في أوضة كاملة في أعمدة كهرباء. في الكهرباء دخلت في حياتنا بصورة جيدة. جهاز التلازيل ده كان جهاز زمان بيستخدموه اسطوانات عشان يسجل ويعمل موسيقى أو أغاني. ده التليفون في شكله القديم خالص. طب جميل، عصر الثورة الإلكترونية ده بقى العصر اسمه كده عصر الثورة الإلكترونية. ده كان عصور بنستعمل فيها الكهرباء، ده لا الإلكترونيات بقى. يعرف باسم عصر الثورة المعلوماتية حيث ظهر اختراع الكمبيوتر وأجهزة الكمبيوتر المحمولة، الكمبيوتر الشخصي البي سي وأجهزة اللابتوب توب، وظهرت اختراعات جديدة، تحديد مواقع الأشياء مثل الأقمار الصناعية، نظام تحديد المواقع الجي بي إس، الخرائط عبر الإنترنت، استخدام البرامج، برامج معالجة الكلمات وغيرها. إذا الفترة دي اللي هو العصر الإلكتروني من 1940 لغاية وقتنا الحاضر. كيف يمكن استخدام التكنولوجيا المعلومات في حياتنا؟ استخدام أدوات وأجهزة التكنولوجيا المساعدة في تسهيل العمل اللازم بأقل وقت وجهد وأقل تكلف. قصة الإجابة على السؤال اللي بدأنا بيه، إحنا نقدر نستخدم تكنولوجيا المعلومات في حياتنا اليومية إزاي؟ الإجابة يمكن استخدام الأدوات والأجهزة التكنولوجية للمساعدة في تسهيل العمل اللازم بأقل وقت وأقل جهد وأقل تكلفة. فلوس، بقلل وقت، بقلل جهد، بقلل فلوس، بعمل العمل وأنا مثلا عايز أعمل إيه تكاليف وحساب محاسبة شركة، أستخدم الإكسل. لو أنا عايز أعمل المحاسبة دي بتاعت الشركة على مدار السنة، أنا محتاج لي حوالي مثلا 30 40 ملف، ومثلا شهرين 3 وخمس ست موظفين على الاكسل. اعمل ايه الكلام ده في اقل من يوم وبكفاءة اعلى وبطريقة افضل. عايز اكتب مثلا موضوع، افتح الوورد واكتب الموضوع وانسقه واحط احمر واخضر وابتدي اظبط كل حاجة. انا عايز اكتبه على ورقة بقى بقلم اصفر واخضر واحمر وازرق، هاخد وقت طويل جدا. طيب احنا بعد الاسئله، عصر الثوره الميكانيكيه هي والعصر الذي ظهرت فيه الكهرباء، هو ده صحيح ولا ده غلط؟ اجهزه التكنولوجيا في عصرنا الحالي من اسباب انتقال المعلومات، تعتبر آلة باسكال من اكثر الالات استخداما في عصرنا الحالي، اكتشاف الحروف والارقام ساعد على وصول المعلومات للعصر الحديث، عصر المعلوماتيه يمتد لعصرنا الحالي، اكمل النسخه الاولى من الاله الحاسبه هي آلة، تواصلت الشعوب مع بعضها عن طريق الصور ثم الاحرف والارقام في عصر، احدى الوسائل اللي تمكنك من تسلق أصدقائك عبر أنحاء العالم هي، كانت الصحف تطبع في عصر الثورة الميكانيكية باستخدام. العصر اللي ظهرت فيه الكهرباء لأول مرة هو عصر. دي الكلمات اللي احنا ايه دي الحاجات اللي احنا هنحاول نحلها. طب آلة الطباعة وآلة الحاسبة والآلة الكاتبة، أوصل القمر الصناعي، ايه آلة الطباعة وآلة الحاسبة والآلة الكاتبة دي كانت في عصر ايه؟ القمر الصناعي والهاتف الذكي والخرائط عبر الانترنت وبرامج المعالج برنامج معالجة الكلمات اللي هو الوورد، الأقلام الحبر والرصاص والمخطوطات والأوراق والعداد الرقم، الهاتف وخطوط الهاتف وجهاز التسجيل، كل هذه العصور ايه؟ طيب اكتب الفترة التاريخية من 3000 ل 1450 بنسميها ايه الفترة دي؟ طب من 1450 ل 1840 بنسميها ايه؟ طب 1840 ل 1940 بنسميها ايه؟ من 1940 الى الوقت الحاضر بنسميه ايه؟ طب اختر الإجابة الصحيحة. إيه يستخدم في العصر الحديث كوسيلة اتصال؟ إيه اللي إحنا بنستعمله في الوقت الحديث لكوسيلة التصايب؟ طيب اكتشافه في عصر الثورة، أنا بحاول أغششكم، تم اكتشافه في عصر الثورة الإلكترونية. إيه اللي تم اكتشافه في عصر الثورة الإلكترونية؟ طيب اعتمد الـ الأشخاص في عصر الثورة الميكانيكية في تسجيل المعلومات على ايه؟ على المسجل الصوتي ولا الرسائل الإلكترونية ولا التليفون المحمول؟ في عصر الثورة السلام عليكم، اهلا وسهلا. الدرس الثالث مكونات جهاز الكمبيوتر.
ايه هي المكونات الاساسية للجهاز اللي احنا بنستعمله على طول وبنحتاجه على طول وبنحبه؟ الكمبيوتر جهاز. تعريف الكمبيوتر عشان لما يقول لي ايه هو الكمبيوتر: جهاز الكتروني قادر على استقبال البيانات، معالجتها في وحدة المعالجة المركزية اللي هي السنترال يونت CPU، لتحويلها الى معلومات وتخزينها واسترجاعها وقت الحاجة. يبقى الجهاز ده عبارة عن ايه؟ انا اقول له خد البيانات دي، يقول لي ماشي. طيب اتعامل معاها، يعني عالجها بمعنى ايه؟ اتعامل معاها. طيب حولها المعلومات، ماشي حاضر. طيب خزنها لي عندك، حاضر. طب انا عايزها تبقى عندك ولما عاوزها الاقيها استرجعها. طيب يبقى كده قصة بسيطة: جهاز الكتروني قادر على استقبال البيانات، اما اديله البيانات ياخدها، استقبال البيانات، معالجتها، بيتعامل معاها في وحدة المعالجة المركزية اللي هو البروسيسور اللي هو CPU، اللي تحويلها المعلومات وتخزينها واسترجاعها وقت الحاجة. طب يمكنك استخدام جهاز الكمبيوتر في ايه؟ ايه الاستخدامات بتاعته؟ كتابة الوثائق، ارسال بريد الكتروني، عايز اعمل جيم، عندي جيمز، عاوز العب جيمز، في تصفح على الانترنت، عايز اخش على جوجل، اخش على فايرفوكس، اي متصفح، تعديل وانشاء جداول البيانات، بستخدم برنامج اكسل واعمل جداول بيانات واعمل حسابات، عروض تقديمية، عاوز اعمل باوربوينت واقدم عرض تقديمي لاصدقائي او لزملائي، مقاطع فيديو، انشئ مقطع فيديو اصوره. طيب بيختلف شكل الجهاز ومكوناته بحسب نوعه، تاريخ صناعته، وموديل الجهاز. الجهاز ده ممكن يكون جهاز بسيط جدا قيمته 3000 جنيه، وممكن يكون جهاز قيمته 20,000 جنيه و100,000 جنيه. طيب الكلام ده بيعتمد على ايه؟ على المكونات اللي جواه، البروسيسور بتاعه كور اي 5، كور اي 3، كور اي 7. طيب مساحة التخزين المتاحة، الهارد ديسك ده 500 جيجا، 300 جيجا، تيرا، 2 تيرا، لغاية ما يوصل ل6 تيرا. كل حاجة في الجهاز بيبقى لها سعر. الرامات اللي موجودة اللي هي الرام، ممكن تكون 4، ممكن تكون 8، ممكن تكون 16، ممكن 32. يبقى المكونات اللي موجودة جوه الحاسب، البروسيسور بتاعه كور اي 3، كور اي 4، كور اي 5، كور يعني كور اي 7. ايه هي الامكانيات بتاع البروسيسور؟ وده بروسيسور بيعتبر اهم حاجة في الجهاز واكتر حاجة بتتكلف فلوس. طيب قلنا مساحة التخزين هي الهارد ديسك والرامات، دي المكونات الاساسية اللي بتخلي الجهاز غالي او رخيص. طيب في بيرسونال كمبيوتر او بي سي، او في محمول لابتوب، وفي التابلت اللي هو الكمبيوتر اللوحي بيقولوا، واجهزه تعمل باللمس، التاتش، اللي هي ايه؟ اللي هي التليفونات بتاعتنا. طيب لكي تتمكن من استخدام جهاز الكمبيوتر انت بحاجه ايه؟ لوحه مفاتيح، عندنا الكيبورد، معروفه الكيبورد دي اهي شكلها كيبورد، دي كيبورد، معلش سوري، ده الكيبورد، ده الماوس، ده تاتش سكرين، ممكن يكون الجهاز لابتوب تاتش سكرين، ممكن يكون في تابلت كبير تاتش سكرين، يعني انا بستعمله عن طريق اللمس بتاع الشاشة، تاتش سكرين يعني لمس الشاشة، شاشة العرض سكرين تسمح لك برؤية ما تفعله على الجهاز. يبقى تعريف كل حتة في الكمبيوتر ببساطة، علشان ايه؟ ده اللي مطلوب مننا في الامتحانات. لوحة المفاتيح بتستعمل للكتابة وتعطي الأوامر للجهاز، بكتب عليها أرقام وحروف. طيب الفارة، الماوس يتناسب حجمها مع حجم كف اليد لتحريك الأشياء بسهولة. طب شاشة العرض السكرين تسمح برؤية ما تفعله على الجهاز. أنت بتعمل إيه بالظبط؟ أنت بتكتب؟ طيب بتعمل عرض تقديمي؟ طب أنت بتكتب على برنامج إكسل؟ طب أنت بتتفرج على فيديو؟ لأ ده أنا بعمل فيديو. كل ده بيظهر على الشاشة، يبقى الشاشة هي اللي تسمح برؤية ما تفعله على الجهاز. مكبرات الصوت عشان تسمع، اللي هي إيه؟ اللي هي السماعات. طيب كاميرا، اللي لو انت مركب كاميرا بي سي، هي كاميرا بي سي، شكل كاميرا بي سي ده، المايك، ده السكانر. السكانر ده ايه؟ بدخل عليه حاجة، عايز احط عليه شهادة ميلاد مثلا ونبعتها للمدرسة، احط شهادة الميلاد دي مطبوعة عندي، فاقوم حاططها على السكانر، اعمل لها سكان
احطها على الجهاز، وعلى الجهاز اعمل له ايميل لما اخده احطه. طيب دي اجهزة الادخال، اجهزة الادخال كيبورد ماوس تاتش سكرين ميكروفون كاميرا سكانر. طيب اجهزة الاخراج، حاجات بقى انا عايز اطلع حاجة من الكمبيوتر و ادخلها على يعني انا استفيد منها، اطلعها من الكمبيوتر زي السكرين الشاشة، دي حاجة بنطلع منها المعلومات. طيب برايل تيرمينال اللي هو جهاز برايل اللي هو بتاع المكفوفين، السبيكر اللي هو السماعات، السبيتش سينسيسايزر ده بيعمل ايه؟ سبيتش، بيطلع سبيتش، محاكاة، جهاز محاكاة اللي عشان الناس البكم اللي ما بيتكلموش، البرينتر اللي طلع لي صورة ايه مطبوعة. طيب تقسم الأجهزة الخاصة بالكمبيوتر قسمين، أجهزة إدخال وأجهزة إخراج. لوحة المفاتيح، الاسم بتاع المكونات، لوحة المفاتيح، الفأرة، الشاشة، الميكروفون، الكاميرا، الماسح الضوئي، النوع البيانات اللي هي المدخلة، حرف أو رقم. لوحة المفاتيح، الفأرة، بيانات توجيهي، بيانات توجيهية، الشاشة تعمل باللمس، بيان توجيهي، ميكروفون بيطلع أصوات وموسيقى، الكاميرا وآلة التصوير صورة وملفات، بتطلع يعني المدخلات اللي احنا بندخلها، معلش المدخلات صور وملفات، المسح الضوئي بيدخل ايه؟ بيدخل نصوص وصور من الورق. طيب احنا قلنا لوحة المفاتيح بتدخل حروف وأرقام، نوع البيانات المدخلة، الفأرة بتعمل بيان توجيهي، أنا بمسك الفأرة كده وبحركها والإيه وقدامي السهم بيبين انا رايح فين وجاي منين، عايز اقفل الويندوز ده، عايز انزله تحت، عايز افتح ويندو، افتح جهاز جديد، ده كله بيانات توجيهية بوجه الكمبيوتر يعمل ايه. طيب الشاشة تعمل باللمس برضو بيان توجيهي، برضو بدوس على الحاجة اللي انا عايزها، سواء كانت في تابلت كبير سواء كانت في لابتوب، ممكن يكون باللمس الشاشة بتاعته باللمس اللابتوب. الميكروفون بيدخل ايه؟ اصوات وموسيقى، الكاميرا وآلات التصوير بتدخل انواع البيانات، بتدخل صور وملفات، المسح الضوئي بيدخل نصوص وصور من الورق. طيب شاشة العرض، شاشة العرض ده اجهزة اخراج، اجهزة الاخراج هنقارن ما بين اجهزة الاخراج واجهزة الادخال. شاشة العرض بتخرج بقى نصوص وصور وملفات وفيديو. طب نظام برايل الطرفي بيطلع نص مكتوب للمكفوفين، مكبر الصوت بيطلع معلومة سمعية، مركب الكلام معلومة سمعية لغير الناطقين، الناس اللي هم البكم اللي بيتكلموش هيقدر يعمل ايه؟ يطلع صوت بمركب الكلام. الطبعة بتطلع نصوص وصور على الورق. طيب هنا تدريبات، اكتب الاسم المناسب لمكونات الكمبيوتر التي امامك في الصورة دي ايه؟ طب دي ايه؟ طب دي ايه؟ دي ايه؟ دي ايه؟ دي ايه؟ دي ايه؟ دي ايه؟ 1 2 3 4. يقوم الكمبيوتر بتحويل المعلومات لبيانات، يعتبر الكمبيوتر المحمول اكبر في الحجم من الكمبيوتر الشخصي. عايزين دلوقتي نعمل صح وغلط. يعد الميكروفون من وحدات الادخال، يستخدم نظام برايل الطرفي في مساعدة الاشخاص الغير الناطقين، يعد المسح الضوئي من وحدات الاخراج. خلاص تمام. طيب هنبص على الكتاب برضو بسرعة. الدرس الرابع، برمجيات وأنظمة التشغيل، كيف يتواصل جهاز الكمبيوتر معك وينفذ أوامرك؟ ده سؤال مهم أوي. إزاي أنت لما بتيجي تستعمل الكمبيوتر ده بيتفاعل معك وبينفذ الطلبات اللي أنت بتطلبها منه؟ طيب غالبا نستخدم أجهزتنا لأغراض مختلفة، فنحن نستعملها للعب، تدوين الملاحظات، صفحة الإنترنت، لكن السؤال كيف يحدث هذا كله؟ أنا دلوقتي فاتح لعبة وبلعب. فتحت برنامج الوورد واكتب عليه، عايز اتصفح الانترنت، فتحت جوجل كروم وعايز ادور على اخبار، ادور على موضوع من الموضوعات عايز ادور عليها، ايه اللي بيحصل بقى بالظبط في جهاز الكمبيوتر عشان يخليه يستجيب ليا ويخليه يعمل اللي انا عايزه؟ في حاجة اسمها البرمجيات. البرمجيات دي معناها ايه؟ اللي هي مجموعة من البرامج المختلفة اللي هي السوفت ويرز، مجموعة من البرامج المختلفة التي تستخدم لتشغيل الكمبيوتر وتوظيفه لأداء المهام المختلفة، وتنقسم إلى أنظمة التشغيل والتطبيقات الأخرى. يبقى البرمجيات اللي هي السوفت وير دي عبارة عن إيه؟ البرمجيات دي عبارة عن إيه؟ مجموعة برامج مختلفة تستخدم لتشغيل الكمبيوتر وتوظيفه لأداء المهام المختلفة.
تنقسم لأنظمة التشغيل اللي هي الأوبريتنج سيستم اللي هي زي الويندوز والماك واللينكس على اختلاف أنواعها، والتطبيقات الأخرى بقى، أنا عايز تطبيقات سطح المكتب، عايز تطبيقات أعملها للموبايل، عايز تطبيقات أعملها للويب سايت. التطبيقات دي عملية برمجة التطبيقات عملية يعني إلى حد ما محتاجة خبرة ومحتاجة مجهود. المعلومة اللي عايز نعرفها إن البرمجيات دي بتتقسم عندنا لكاتيجوري كبير أو لنوع كبير اسمه أنظمة التشغيل، لأن ده اللي هيشغل الجهاز بتاعي. يعني الجهاز بتاعي ويندوز، أنا منزل عليه ويندوز هيشتغل ويندوز. في أجهزة ماك بنزل عليها الماك، أو الأوبريتنج سيستم بتاع الماك بيختاروه لينكس أو يونكس. المهم الجهاز الأوبريتنج سيستم اللي أنت بتنزله، الأجهزة بتاع الموبايل بيشتغل عليها لينكس، نظام لينكس، ولينكس محدث ممكن يكون لغاية 8 9. أنظمة التشغيل مجموعة من البرمجيات المسؤولة عن إدارة الموارد، وبرمجيات الحاسوب ووسيط بين المستخدم والمكونات المادية للحاسوب. أنظمة التشغيل دي عبارة عن إيه؟ برمجيات مسؤولة عن إدارة الموارد وبرمجيات الحاسوب، وهي وسيط بين المستخدم والمكونات المادية للحاسوب. أنا دلوقتي عندي هارد ديسك، عندي حاجات ماوس، عندي كيبورد. في اوبريتنج سيستم، جهاز السوفت وير ده او اللي هو نظام التشغيل ده، مجموعه من البرمجيات بتدير الموارد بتاعتي وبرمجيات الحاسوب، هي الواسطه ما بين المكونات الماديه اللي هي الحاجات دي والجهاز نفسه اللي هو البروسيسور او الايه، الجهاز اللي هو العقل بتاع الكمبيوتر. طيب ده تعريف انظمه التشغيل اللي هي الأوبريتنج سيستم، برمجيات مسؤولة عن إدارة الموارد وبرمجيات الحاسوب، وهي وسيط بين المستخدم والمكونات المادية للحاسوب. الحاسوب اللي هو إيه؟ اللي هو الكمبيوتر. من أنواع أنظمة التشغيل الويندوز واللينكس والماك. أمثلة تطبيقات مايكروسوفت وورد، ده تطبيق موجود أفتحه، مايكروسوفت باور بوينت، جوجل كروم، جيمنج ابليكيشن، فيديو بلاير. هنيجي بقى ايه نفهم ازاي الكمبيوتر، التسلسل اللي بيعمل بيه الكمبيوتر عشان ايه يفتح معايا. طب احنا هنفترض مثلا احنا بنفتح مايكروسوفت وورد، هنعمل ايه؟ هنعمل كده ونطلب مايكروسوفت وورد ونقول يا وورد تعالى يا وورد. انا بطلب الوورد وبستدعيه، مش بنكتب انجليزي، اجت برضه. طيب الوورد انا بستدعيه، بياخد وقت على ما يفتح. ايه اللي بيحصل؟ اللي بيحصل انا خد الوقت ده، الثواني دي عشان يفتح. انا دلوقتي بعمل كده، بفتحه، انا فتحته كده وعايز اكتب عليه مثلا. ايه اللي بيحصل بقى؟ ايه التتابعات اللي حصلت علشان تظهر لي الصوره دي؟ ولو انا كتبت مثلا كتبت ايه اللي هيحصل؟ الكلام ده كله هيحصل ازاي بقى؟ الموضوع ده ايه تتابعاته؟ ايه اللي بيحصل ازاي؟ انا حبيت اكتب ايه كلمة هاجر، هاجر. طيب ايه اللي بيحصل؟ يعني ايه التتابعات اللي بتحصل؟ دلوقتي عندنا في تتابعات، التتابعات دي بتحصل ايه؟ التلميذ بنكتب في برنامج مايكروسوفت وورد بيرسل نظام التشغيل البيانات لوحدة المعالجة المركزية اللي هي السي بي يو. طيب بيحصل ان الوحدة المعالجة المركزية دي بتعالج البيانات وتحولها لمعلومات، بعد كده ترسل وحدة المعالجة المركزية المعلومات الى نظام التشغيل، هترجعه تاني للاوبريتنج سيستم، وبتستقبل نظام التشغيل المعلومات ويعرضها على الشاشة. يبقى احنا دلوقتي ايه؟ بدأنا نفتح الوورد زي ما عملنا كده، نظام التشغيل بيرسلها لوحدة المعالجة المركزية اللي هو الاوبريتنج سيستم اللي هو الويندوز، بيبعت الكلام لمين؟ لان هو ايه بين التطبيق وما بين البروسيسور، هيبعتها للبروسيسور اللي هو معالجة وحدة المعالجة المركزية اللي هي السي بي يو.
هتحولها لمعلومات، وبعد كده ترسل المعلومات الى نظام التشغيل، ترجعها تاني للاوبريتنج سيستم، وبعد كده يستقبل نظام المعلومات ويعرضها على الشاشة. هي دي السيكونس. طيب، نظام التشغيل ليس ضروريا ناخد تدريبات. نظام التشغيل ليس ضروريا لتشغيل جهاز الكمبيوتر، ده صح ولا غلط؟ برنامج العروض التبليغية يساعد على عرض المعلومات. البرمجيات وظيفتها التحكم في البيانات المعالجة كي يستطيع المستخدم ادخالها. تعتبر لوحة المفاتيح والشاشة من الأجهزة المسؤولة عن تشغيل جهاز الكمبيوتر. وحدة المعالجة المركزية CPU هي التي تتحكم في إرسال أوامر نظام التشغيل. عملية إدخال البيانات هي أول مرحلة للوصول للمعلومات النهائية. ضع الإجابة المناسبة. إيه تساعد المستخدم في تطبيق مهام خاصة كإنشاء عرض تقديمي أو إنشاء تقرير؟ إيه هي المسؤول أول عن كيفية تنفيذ الأوامر؟ إيه هو البرنامج يساعد على عرض المعلومات وإضافة نصوص؟ إيه يعد من بوابات دخول عالم الإنترنت والمواقع؟ ضع كلمة من الكلمات التالية في المكان المناسب لها في الجدول. إيه هي الأجهزة؟ هنقسم الكلمات دي لأجهزة وأنظمة تشغيل وبرمجيات. برنامج معالجة الكلمات وورد، العرض التقديمي باوربوينت، تطبيقات الألعاب الجوجل كروم، شاشة العرض، لوحة المفاتيح الويندوز، وحدة المعالجة المركزية الأندرويد. نحاول يواجب إن احنا نحط الكلمات دي في أماكنها. مين هو الجهاز، ومين هو نظام التشغيل، ومين هو البرمجيات؟ نفرق ما بين كل هذه الأشياء. السلام عليكم. الدرس الخامس للصف الرابع الابتدائي في تكنولوجيا المعلومات، دعم الأشخاص ذوي الهمم. التكنولوجيا المساعدة يعني ايه ذوي الهمم؟ ذوي الهمم اللي هم الناس اللي هم بيبقى عندهم إعاقة، المعاقين، ولكن ده كلام مؤدب يعني عن الناس المعاقين، ولازم نعملهم كويس باحترام، ولانه دول ما لهمش ذنب في اللي حصل لهم. مثلا واحد فاقد البصر، فاقد السمع، مثلا عنده شلل أطفال، أي إعاقة، إعاقة جسدية أو ذهنية، لابد إن المجتمع أو الأشخاص أو الأفراد بيعاملوا ذوي الاحتياجات الخاصة أو ذوي الهمم أو المعاقين معاملة طيبة جدا، والمجتمع لابد إن يقدم لهم دعم لا محدود، ويوفر لهم حياة كريمة بداخل المجتمع. احنا بنشوف بقى التكنولوجيا المساعدة دي بتساعد الناس دي ازاي، الناس اللي هم ذوي الإعاقة او الناس ذوي الهمم او الناس اللي هم عندهم مشاكل. طيب، أجهزة وتطبيقات. في أجهزة وفي تطبيقات. الأجهزة يعني حاجات هاردوير، حاجات نمسكها بإيدينا. السوفت وير بقى اللي هي التطبيقات دي، حاجات سوفت ويرز او برامج تساعد ذوي الهمم في أعمال يجدون صعوبة في القيام بها في الحياة اليومية. سماعات الودن دي أشهر مثال. سماعات الودن تساعد السماعات الأشخاص الذين يعانون من مشاكل في السمع. يمكن توصيل بعض هذه السماعات الحديثة الطراز بالتليفون المحمول، وتضم الكثير منها تطبيقات خاصة بالهواتف الذكية. يبقى أنا عندي سماعة اللي بيبقى فيه واحد عنده خلل ما في حاسة السمع. الخلل ده ممكن يعالج بإني أستعمل سماعة أذن. طيب، في ناس عندهم إعاقة بصرية ما، بيستعملوا تكبير الشاشة. برمجيات، البرمجيات دي أو سوفت وير أو حاجة تخلينا نكبر الشاشة، تكبير كل شيء على شاشة الكمبيوتر، وتتيح للأشخاص اللي عايزينهم ضعف البصر التفاعل مع الجهاز كمان. طيب، برمجيات التواصل البديلة تساعد الأشخاص ذوي الهمم على التواصل الشفوي واللغوي مع الآخرين. في ناس بكم ما بيقدروش يتكلموا أو عندهم إعاقة في الكلام، تأخر في الكلام، فالبرمجيات دي قادرة على تحويل النص المكتوب، هو هيكتب، والبرمجيات دي هتحول النص المكتوب لحديث، والعكس برضو، يسمع حد بيكلمه يحوله النص مكتوب. فهو بيستعيد مثلا عن انه هو ما بيعرفش يتكلم وما بيعرفش يسمع، بانه اصم وابكم في نفس الوقت، انه هو
بيستخدم البرمجيات دي، ان كان اصم او ابكم او الاتنين معا، في واحد بيعاني من المشكلتين معا، هيكتب النص، النص ده يتحول لصوت، الصوت ده يروح يسمعه الشخص، يقوم متكلم، الكلام يترجم من صوت لكلام مكتوب، فبكذلك يبقى تغلبنا على إعاقتين في نفس الوقت أو إعاقة واحدة لواحد من الناس. طيب، أدوات رياضية، تسمع أدوات رياضية معينة لأشخاص ذوي الهمم والهواة الذين فقدوا أحد أطرافهم بتسلك الجبال. ممكن نعمل طرف صناعي، الأطراف الصناعية دي بتساعد الإنسان لدرجة إن هو ممكن يتسلق جبال، ودي حاجة مسجلة. هناك كثير من الأدوات الأخرى ممكن البحث عنها، زي طابات كرة القدم تصدر صوت، أو الدرجات الهوائية الثلاثية العجلات. الكرة بتعمل صوت بخلي ممكن واحد فاقد البصر يلعب بالكرة. الأطراف الصناعية عبارة عن إيه؟ أجهزة تعويضية. طرف مفقود في الجسم زي الرجل مثلا، الرجل ده اللي هو ألبرت لي عنده رجل مفقودة، ومع ذلك انه علم اثار وحاجه يعني ممتازه قوي. طيب، من الاجهزه التكنولوجيه تساعد ذوي الهمم على الحركه، الكرسي الالي، المصعد الكهربائي، الاجهزه التعويضيه، العكازات. البرت لين لديه ساق مبتوره الا انه لم يسمح ذلك بالوقوف في وجه نجاحه. طيب، ستيفن هوكينج ده راجل عالم فيزيائي مشهور جدا، وخد الكرسي بتاع نيوتن في جامعه لندن، وراجل له ابحاث وتطويرات للابحاث بطريقه غير عاديه. بيستخدم التكنولوجيا المساعدة للتواصل مع الآخرين اللي احنا حكينا عنها دي، يعني ان هو يكتب نص مكتوب، النص المكتوب يتحول لصوت، الصوت يروح للناس يسمعوه، يكون في محاضرة كبيرة قاعد بيدي محاضرة بيكتب، فالصوت الكلام بيتحول لكلام لصوت، الصوت بيروح للناس اللي قاعدين يسمعوا محاضرته. في طالب من الطلبة مثلا طالع يسأل سؤال، بيطلع بيسأل السؤال، الجهاز بيستقبل الصوت السؤال ويترجمه لنص مكتوب، هو يشوفه يجاوب عليه بالكتابة، فالكتابة تتحول نص لصوت، الصوت يطلع للطالب يسمعه، فكأن عملية الإعاقة دي ما كانش موجودة. والراجل ده يعني راجل صاحب أبحاث وتطورات في الفيزياء غير عادية يعني. اسمه ستيفن هوكينج، هو توفى من 3 سنين كده او من سنتين حاجه زي كده. طيب، التدريبات بقى، عالم الاثار البرت لين فقد ساقه واعتمد في ممارسه مهامه على سماعه الاذن؟ لا طبعا. استخدام التكنولوجيا المساعده يصعب على المستخدمين اداء مهامهم اليوميه؟ لا، ده طبعا بيساعدهم. تستخدم برمجيات تكبير الشاشه المساعده من يعانون من فقد احد اطرافهم؟ لا، عينيهم، في مشاكل في العينين. ذوي الهمم هم الوحيدون الذين يستفيدون من التكنولوجيا المساعده؟ لا طبعا، بس هم من الناس الاكثر استفاده. ضبط سماعات الاذن عن طريق الهاتف المحمول يسهل عمليه الضبط على المستخدم، صح. طيب، اسئله تانية بقى نحاول اننا نحلها لوحدنا. تحول الحروف الى رموز بارزه وتتيح قراءتها عن طريق اللمس، برايل ولا قارئ الشاشه ولا الكرسي الالي ولا سماعات الاذن؟ قارئ طريقه برايل. تساعد الاشخاص ذوي الهمم على الحركه، سماعات الاذن ولا الاجهزه التعويضيه ولا كبريت الصوت ولا الادوات الرياضيه؟ تساعد ايه، برامج ايه على الاشخاص ذوي الهمم على التواصل الشفوي واللغوي؟ طيب، الدرجات الهوائيه الثلاثيه العجلات من الطرق اللي تساعد على ذوي الهمم، سماعات الاذن، الدرجات الهوائيه ثلاثيه العجلات. تساعد ذوي الهمم من طرق ايه اللي تساعد. الدرس السادس، تكنولوجيا المعلومات، الصف الرابع، المشكلات الشائعه والحلول. المشكلات الشائعه والحلول، الدرس السادس. قد تواجهنا بعض المشكلات التكنولوجية أثناء استخدام جهاز الكمبيوتر، ونستعرض فيما يلي أكثر المشكلات شيوعا مع الحلول المناسبة ليها. عدم التمكن من فتح تطبيق ما، مؤشر فأرق، التحكم لا يعمل، تعجز عن إيجاد ملف ما، توقف الشاشة عن العرض، عدم التمكن من الكتابة بلوحة المفاتيح. طيب، عندنا خمس مشاكل والحلول بتاعها المقترحة. طيب، عدم التمكن من فتح تطبيق ما، يعني انا جيت افتح الوورد ما فتحش، جيت افتح الباور بوينت ما فتحش، جيت افتح الاكسل ما فتحش، جيت افتح جوجل كروم ما فتحش معايا. طيب، جيت افتح الفايرفوكس ما فتحش معايا، جيت افتح لعبة حاططها على الجهاز واللي كنت بلعب بيها امبارح ما فتحتش. طب ايه ده المشكلة دي؟ انا اقدر اعمل ايه المحتملة في نظام ويندوز اللي انا بستعمله؟ اول حاجه اعيد تشغيل الجهاز، اعمل ريستارت،
واحاول فتح التطبيق من جديد. هاجي كده واقول له هنا كده واقول له اعمل لي ريستارت للجهاز. هيعمل لي ريستارت للجهاز، بس يقول لي اقفل بقى كل الايه التطبيقات اللي انت بتستعملها عشان ايه اعمل لك ريستارت. طيب اذا لم ينجح الحل الاول، اروح على البرمجيات دي اللي هي جوجل كروم او اللعبة او الوورد واعمل تحديث للبرنامج. ممكن يكون في تحديث جديد نزل وانا مش عارف. طيب لو حصل برضو في مشكلة ما زالت قائمة، يبقى همسح التطبيق خالص، هشيله. اشيله ازاي بقى؟ اشيله من هنا كده. انا عندي ايه؟ عندي كنترول بانل، هفتح كنترول بانل بتاعتي ده ويندوز 11. هفتح كنترول بانل بتاعتي كده، استنى ما تفتح. هتفتح كنترول بانل اللي عندي البروجرام. هفتح البروجرام، تعالى مثلا ايه اللي مش ماشي معايا او اللي مش شغال معايا، مثلا وليكن برنامج الفوكس ده اللي انا بفتح بيه البي دي اف، اشيله خالص اقول له شيلهولي، او برنامج الوورد اقول له شيلهولي، اي برنامج اقول له ايه ازالة، هيعمل لي ازالة ليه من هنا. لو دوست عليه كده هيطلب مني مثلا ايه، هيقول لي خلاص انت عايز تزيل البرنامج ده فعلا. انستيل اور تشينج ان ابلكيشن، انت عايز انستول يعني عايز تشيل البرنامج، اقول له يس او نو. يعني طبعا مش عايز اشيله، انا بقول له هقول له يس لو انا عايز اشيله. اشيل البرنامج خالص وبعدين اعيد تصطيبه. اعيد تصطيبه. يبقى انا عندي كام حل دلوقتي؟ اول حاجة اعمل ريستارت زي ما قلنا، تاني حاجة اعمل تحديث للبرنامج، تالت حاجة امسح التطبيق خالص من الكنترول بانل واعيد تصطيبه، يكون عندي البرنامج نفسه واعيد تصطيبه. طيب مؤشر الفاره، التحكم لا يعمل. الفاره اللي هو الايه، عندي الماوس بتاعي مش شغال. طيب الماوس ده له يو اس بي شغال، الكابل بتاعه موجود عندي في الايه في الكيسه بتاعتي. طيب اعمل ايه؟ اقوم شايل الكي اللي هو اليو اس بي وارجعه تاني اشوفه هينور. لو نور يبقى خلاص مشكلة ما كانش متوصل كويس. طيب يفضل اعادة تشغيل الجهاز بعد تلك الخطوة. اول ما احط الكلام ده اعمل ريستارت. اذا لم تنجح الحل، حتى محتاج الفارة بقى تجيب فارة جديدة، تروح عند الراجل بتاع المحل الكمبيوترز وتجيب فارة جديدة. طيب تعكس عن ايجاد ملف ما، ابحث في مجلد التنزيلات في حال تبحث ملفات المايكروسوفت وورد، ابحث مجلد الدوكمنت. انا عندي مثلا ايه في ملف انا مش لاقيه، اعمل ايه؟ اعمل بحثين. طب اروح له ازاي؟ عايز اروح في الداونلود، انا عندي داونلود بتاعي. طيب افتح داونلود كده، تعالى يا داونلود او الداونلود اهو، افتح الداونلود وادور على الملف بتاعي في المكان ده، الاقيه هو ده موجود. طيب في لو هو وورد او باوربوينت افتح عنه في ايه، في الدوكومنت، الاقي الدوكومنت اهي، افتح الدوكومنت الاقيه وهنا فاضي عندي، بس ممكن اكون انا نزلته على الدوكمنت. طيب نبحث في الصور في مجلد الصور بواسطة صندوق السيرش بوكس، عندنا السيرش بوكس اهوت، ده السيرش بوكس. اقول اكتب الاسم بتاع الملف اللي انا عايز ادور عليه مثلا، وبعد كده هلاقي في البحث عندي، اكتب مثلا ايه لو انا عايز مثلا ايه بوك، انا حاطه في بوك. انا بكتب عربي، اكتب بالانجليزي مثلا بوك، كلمة بوك هيطلع عندي ايه كذا حاجة انا حاطط فيها بوك. شوف شوية كتب انا حاططها في فولدر انا حاطه باسم بوك، فيطلع لي لما اعمل سيرش باسم بوك. اعمل سيرش مثلا فيديو، انا حاططه في ملفات الفيديو، مش فاكر بالظبط انا حاطط الفيديو ده فين. في فيديو لايبراري، في فيديو ملف فولدر طلع انه عندي فيديو. فاعمل بحث في ملف ايه في الموضوع ده، هيساعدني كتير السيرش بوكس ده، السيرش بوكس. طيب الشاشة وقفت عن العرض، هعمل ايه؟ اضغط ديليت الت كنترول لمدة قصيرة. اعمل ايه؟ هات كنترول الت ديليت، اسمه كنترول الت ديليت. كنترول الت ديليت بيعمل ايه؟ بيفتح لي الفايل مانجر.
التاسك مانجر. تعالي التاسك مانجر يبقى في حاجة معطلة الجهاز عن الشغل، هيتفتح التاسك مانجر، هيفتح التاسك مانجر معايا اهو دلوقتي، يقول لك ايه، انت عندك الذاكرة بتاعتها السي بي يو ده انت شغلته من 78، ده كتير برضو، بس عايز تنهي مع بعض المهام اللي موجودة، هتعمل ايه؟ تقف مثلا على المهمة اللي انت عايز تنهيها وتعمل كده وتقول له ايه اند تاسك، هيشيل لك المهمة دي. ممكن تكون هي اللي عاملة موقفة الجهاز، مخلية الجهاز يشتغل بطريقة بطيئة. هتعمل اند تاسك لبعض المهام، الاند تاسك ده هيقلل لك اللود على الميموري. اند تاسك او هو السبب في ان المشكلة ان الجهاز الشاشة مش بتعرض، تمام؟ اذا لم ينجح، والكلام ده برضو لو الشاشة مش بتعرض ممكن الكنترول الت ديليت ده يفتح لك الشاشة، كنترول الت ديليت يفتح لك الشاشة ان هي ايه الشاشة عايزة تتفتح. ممكن تدوس على انتر برضو ممكن يفتح لك الشاشة، بس كنترول الت ديليت ده المذكور هنا، الطريقة المذكورة في الكتاب يعني. لما ممكن لو دوست على انتر ممكن برضو يفتح لك الشاشة، ممكن لو دوست على الماوس الايمن لفترة طويلة يمكن يكون عامل سليب، اللي هو الجهاز بتاعك عامل ان هو بيوفر الطاقة، الشاشة بتوفر الطاقة. يعني الحل الاول ان الشاشة بتوفر الطاقة وهي قفلت، فتدوس على ايه الماوس من اليمين. طيب لو حصل ممكن تدوس على انتر تساعدك، انتر او كنترول الت ديليت يفتح لك. طب لو حصل ما استجابش، هتطفي الجهاز خالص وتحاول تيجي تشغله من جديد. طيب ممكن لا سمح الله ممكن تكون الشاشة نفسها حصل فيها حاجة، ممكن يكون الشاشة اللمبات اللي جوه اتحرقت، ممكن يكون دايرة الباور اتحرقت، بقى حصل حاجة مشكلة في الشاشة عايزة تستبدل الشاشة او عايزة تروح لمحل الصيانة، ده ما وارد. ممكن يكون ايه حصل لا سمح الله ارتفاع لمستوى الكهرباء في الشاشة فحرقت دايرة الباور، او ممكن احد اللمبات اللي بتنور من جوه، في 4 لمبات جوه كده، فاللمبة دي ممكن اتحرقت عايزة تتغير. طيب المشكلة الخامسة عدم التمكن من الكتابة بلوحة المفاتيح. عندنا لوحة المفاتيح اللي انا بكتب اجي اكتب عليها ما بتتكبش. اول حاجة الكابل اللي هو ايه اليو اس بي المتصل ما بين اللي هي الكيبورد والايه في الكيسة. بعد ما اغير الكلام ده لازم اعمل ايه ريستارت. اذا فشلت محاولة تحتاج لتغيير لوحة المفاتيح، ممكن لوحة المفاتيح باظت او حصل لها مشكلة فتحتاج تغير ايه لوحة المفاتيح. طيب يعتبر حدوث عطل في جهاز الكمبيوتر امر مستحيل؟ لا طبعا وارد جدا. اول شيء تفعله عندما تواجه مشكلة في الكمبيوتر اتصل بشخص كبير. لا لا انا هحاول الاول، اضغط على الزر ديليت كنترول الت ديليت في حالة عدم تفعيل الفار اللي احنا قلنا الشاشة. اعادة تشغيل الجهاز يساعد على حل معظم المشاكل تقريبا. في حالة عدم فتح التطبيق من اول محاولة يفضل مسحه من الجهاز اولا ثم اعادة تثبيته. لا مش من اول مرة كده، احنا قلنا بنحاول الاول ان نعمل له ريفريشمنت، يعني نعمل له ابديت، وبعد كده لو ما نفعش الابديت نشيله ونحط نسخة جديدة من البرنامج. ابحث في مستند، في مجلد مستندات، اتصل من العمود الف ما يناسبه من العمود ال ب، ابحث في المجلد بتاع الدوكومنت، اضغط على كنترول الت ديليت، اعد تشغيل الجهاز وحاول فتح التطبيق من جديد، تاكد من توصيل كابل الفار في مكان مناسب، لو مؤشر الفار لا يعمل هنعمل كده. طيب لو نبحث في مجلد عدم ايه اه مش عجز عن ايجاد ملف وورد، اضغط على كنترول الت ديليت قلنا عشان الشاشه لو وقفت عن العمل، اعاد تشغيل الجهاز وحاول فتح تطبيق جديد لو حصل ايه عدم التمكن من فتح التطبيق. خلاص كده تمام، ده الدرس السادس. السلام عليكم. الصف الرابع الابتدائي، تكنولوجيا المعلومات، الدرس السابع جمع البيانات وتحليلها والتعبير عنها في رسوم بيانية. يعني ايه جمع البيانات؟ موضوع البيانات ده موضوع مهم كبير شوية، ولكن احنا بناخد منه معلومات بسيطة كده نعرف ايه هي الموضوع. يعني البيانات دي عبارة عن ايه؟ البيانات دي اللي هي
المعلومات، البيانات يعني المعلومات. يعني مثلا ايه، في واحد عايز يعمل بحث احصائي عن مثلا ايه عدد المواليد في محافظة الغربية او محافظة القاهرة، عدد المواليد الشهر ده، فبيروح للاحصاء لهيئة الاحصاء ويقول لهم يا جماعة انا عايز اعرف ايه هي عدد المواليد، او بيروح للسجل الميدني ويقول انا عايز اعرف عدد المواليد الشهر ده لاني بعمل بحث ميداني. في بعض الابحاث الميدانيه مثلا بتتطلب ان الانسان يسال الناس ويعمل سيرفيز ويعمل مثلا ايه استطلاع للراي او جمع المعلومات. يبقى جمع البيانات دي مهم في حاجات كتير قوي. انا عايز اخد قرار معين بشان شيء معين، عايز اعرف انا هبني مدرسه مثلا في محافظه من المحافظات، طيب ايه هي المدن اللي محتاجة المدارس اكتر، يعني فيها تكدس ومحتاج ابني مدرسة في محافظة بس إيه؟ انا عايز احدد المدينة مثلا، هبني المدرسة دي في اي مدينة من المحافظة، يعني اشوف ادور بقى على اكتر المدن كثافة، اكتر المدارس اكتظاظا. فموضوع البيانات ده موضوع مهم جدا، بيساعدني على اتخاذ قرار معين في موضوع معين مهم. فالموضوع مش مجرد حاجة ايه، حاجة زي ما تقول ايه كده نظرية، حاجة ملهاش قيمة ملهاش لازمة، لا دي أهمية يعني كبيرة جدا. أنا بجمع البيانات ولما بحطها في رسوم بيانية هي بتتضح قدامي أكتر، بتتضح ايه هي معالم البيانات دي. طيب جمع البيانات زي ما قلنا، جمع كل البيانات المتاحة حول موضوع معين من المصادر المختلفة الرقمية والورقية، يعني كل المصادر اللي عندي أحاول أجمع منها البيانات. إيه المصادر البيانات؟ إحنا قلنا البيانات هي المعلومات، حاجة حاجة إيه أنا عايز أعرف عنها حاجة معينة، الأسعار مثلا، إيه أسعار السلع الأساسية عشان أعمل مثلا إيه التضخم اللي حصل معانا خلال الشهر ده. السلع الأساسية دي مثلا 40 سلعة أساسية موجودين معروفين عندنا، مثلا الزيت والسكر والحاجات اللي الناس بتستعملها كل يوم، بعرف سعرها النهاردة كام وكان من شهر كام وكان من أول السنة كام وكان السنة اللي فاتت كام، فأعمل نسبة للتضخم أو نسبة لزيادة الأسعار. كلمة التضخم دي بنسمعها كتير اليومين دول. طيب من المهم يبقى في مرحلة مهمة إن هي جمع البيانات. بجمع البيانات من الكتب من السجلات والتقارير زي ما قلت كده، بروح مثلا للسجل المدني، بروح لهيئة الإحصاء، بروح لناس بيجمعوا بيانات أصلا، فأنا باخد منهم البيانات دي جاهزة، أو أنا نفسي بعمل الاستطلاعات للرأي ديت، أو أنا بعمل التجارب دي وأحصل على نتائج. أنا شخصيا أجري استطلاع للرأي، بروح أسأل الناس في الشارع، بروح أسأل الناس في بيوتها، بروح أسأل الناس في المصالح الحكومية لما أجي أعمل استطلاع للرأي، أو أحصل على البيانات دي جاهزة، أو ممكن من الكتب اللي بعد قبل كده في ناس عملت أبحوث وأطلع البحوث دي من الكتب. طيب من المهم جدا تأكد من صحة المعلومات التي تجمعها ودقتها، احرص على استخدام مصادر موثوقة، ما أروحش مثلا عند أي حد كده أخد منه معلومات، لازم أبقى عارف إيه قد ايه المعلومات دي موثقة، قد ايه دي المعلومات دي ذات اهمية وقيمة وقيمة الشخص اللي بيديها. طيب مهم جدا تاخد من صحة المعلومات التي تجمعها ودقتها، احرص دايما على استخدام مصادر موثوقة. طب تحليل البيانات بقى، تحليل البيانات اللي هو الداتا اناليسيس، احنا دلوقتي عملنا الداتا، جمعنا البيانات عايزين نحللها، عملية مراجعة وتنظيم البيانات التي تم جمعها وشرح معانيها. هجمع البيانات دي وننظم البيانات وبعدها نشرح المعاني، ايه اللي بيدلل على ايه الموضوع ده، فيما تفيد عملية جمع البيانات وتحليلها، تفيد في اكتشاف ما حدث في الماضي وما قد يحدث في المستقبل، وبالتالي يساعد في اتخاذ قرار فيما يجب فعله. يبقى انا بعرف ايه اللي حصل في الماضي، والله اللي حصل في الماضي ان مثلا ايه زادت الاسعار في شهر مايو، في شهر زادت اسعار العقارات في شهر 9، زادت اسعار بنزين في شهر 8، إذا هناك برضو توقع إن الأسعار هتزيد في هذه الأوقات من السنة المقبلة، فأنا أعمل حسابي مثلا اللي عنده مصنع يوفر احتياجاته، اللي عنده قدرة على إنه هو مثلا يشتري بكمية كبيرة حاجات معينة يشتريها، اتخذ قرار على الصعيد الفردي أو على الصعيد العام، صعيد الحكومة مثلا يعني الدولة. عند تجميع كم هام من البيانات من الأفضل أن تستخرج منها الأنماط المتكررة لتتمكن من تحليلها.
يعني ايه الانماط المتكررة؟ يعني حاجة بتحصل على طول بصورة متكررة. يبقى انا محتاج ان انا اعرف النمط ده، بيسموه نمط. يعني ايه؟ يعني حاجة بتتكرر. طب البحث عن جوانب محددة لهذه البيانات، انا عايز استهدف حاجة معينة، زيادة الاسعار، زيادة السكان، مثلا البنزين وسعر البنزين خلال 5 سنين فاتوا، ممكن احتياجات الناس، هل بتتزايد ولا بتتناقص من السلع التكميلية اللي هم الشوكولاتس والسيجاريتس والحاجات اللي هي الكماليات بتاع الناس. الناس بتحب تشتريها دلوقتي ولا بطلت لما استفعت أسعارها بطريقة مش مقبولة؟ الرسم البياني بعد الانتهاء من تحليل المعلومات، فالرسم البياني طريقة عرض البيانات. ببتدي أعرض البيانات بقى والمعلومات والمقارنة بينهم بوضوح. أنا دلوقتي إيه، هجيب البيانات ديت أحطها في صورة مقبولة، الناس تشوفها، الناس تعرفها، الناس إيه تقدر تقراها وتاخد على أساسها القرار. الأسهل في قراءة النتائج يفضل استخدام الرسم البياني، والأسهل في قراءة النتائج يقوم بتلخيص المعلومات والنتائج في رسم توضيحي، يوفر سهولة المقارنة بين نتائج التحليل. ده رسم بياني. أجاب 7 من زملائي بأن جهازهم المفضل في أجهزة، إحنا دلوقتي بنحب الهاتف المحمول، ولا أنت بتحب الكمبيوتر، ولا بتحب اللابتوب، ولا بتحب إيه بالظبط؟ فدي كان رسم بياني لعدد الناس اللي كانوا بيحبوا الكمبيوتر، اللابتوب، الهاتف الذكي. اذا الهاتف اللي هو الهاتف بتاعنا، اللي هو الجهاز الهاتف المحمول، يعني اللي هو الهاتف بتاعنا ده، اللي هو اللي احنا بنستعمله، اللي هو الموبايل. طيب تدريبات من مصادر البيانات، ايه هي مصادر البيانات عندنا؟ النوع الاكثر شيوعا في الرسم البياني هو ايه؟ من المهم التاكد من صحه البيانات ودقتها واستخدام مصادر. مراجعه البيانات وتنظيمها وشرح معناها بعد تجميعها هي عمليه ايه؟ طيب تنفيذ عملية جمع البيانات وتحليلها فيه، وبالتالي يساعدنا في اتخاذ إجراءات القرار. طيب اختر الإجابة. مصادر جمع البيانات: الكتب والمقالات، الوثائق المسموعة والمرئية، هل هي مصادر رقمية ولا مصادر ورقية، تقارير ومنشورات على المواقع المختلفة، مصادر ورقية ولا رقمية، المجلات العلمية ولا حاسة مشهورة، مصادر ورقية ولا رقمية، الوثائق مصادر رقمية ولا ورقية. أمل تكون الدرس سهل وبسيط، وهو درس مهم، درس مهم جدا. لا، البيانات دي ازاي بنجمعها، ازاي بنحللها، ازاي بنعبر عنها، هي 3 مراحل. اول حاجة بجمع البيانات، وبعد كده اوضبها كده، انظمها، وبعد ما انظمها واوضبها احللها، وبعد كده اعبر عنها، اعبر عنها بحيث ان اللي يقراها يفهم كل العملية اللي أنا عملتها دي واستفيد من اللي أنا عملته ده كله. ده مجهود، مجهود كبير بيتعمل، أجمع بيانات وبعد كده أنظمها وبعد كده أحللها وبعد كده أعبر عنها، فعملية معقدة شوية. زي ما قلنا، جمع البيانات جمع كل البيانات المتاحة سواء كان مصادر رقمية وغير رقمية، وقلنا المصادر البيانات بتبقى كتب، سجلات، تقارير، استطلاع رأي، تجارب. طيب لابد ان انا اتاكد من صحه البيانات، ما كنتش اخد بيانات كده من اي حد ماشي في الشارع مثلا، الا اذا كان بقى ده استطلاع للراي مثلا، مش مساله بيانات موثقه هقدر اعتمد عليها. طيب تحليل البيانات، عمليه مراجعه وتنظيم البيانات، مراجعه وتنظيم البيانات التي تم جمعها وشرح معانيها. طيب بتفيد في ايه؟ قلنا بتفيد في اكتشاف ما حدث في الماضي وما سيحدث وما قد يحدث في المستقبل، اكسبكتيشن، عمليه توقع. يبقى كده اخد قرار على اساس ايه؟ التوقع ده. تجميع كم هائل من البيانات من افضل تستخرج منها الانماط المتكرره والبحث عن جوانب محدده لهذه البيانات. الرسم البياني، الرسم البياني بعد من الانتهاء من تحليل المعلومات، الرسم البياني طريقه مثلى، طريقه عرض البيانات والمعلومات والمقارنه بينها بوضوح. والاكثر شيوعا هو الرسم البياني العمودي، ده بيبقى اسهل، بيبقى اسهل. تمام، يبقى هو الرسم البياني اسهل في قراءة النتائج، بيلخص المعلومات والنتائج في رسم توضيحي، يوفر سهولة المقارنة بين نتائج التحليل. واديني ايه مثال بسيط على ان مين اللي بيحب يا جماعة الكمبيوتر، مين اللي بيحب اللابتوب، مين بيحب الموبايل. فعملنا سيرفي، عملنا وجمعنا المعلومات عشان لو مثلا عايزين نستعمل، مثلا وزارة التربية والتعليم قررت ان هي
اتوزع حاجه على الطلبه كلهم مثلا، ليه ما بوزعوا التابلت في سنه اولى ثانوي؟ لا احنا مثلا عايزين نغير الموضوع، اجيب لكم يا جماعه كمبيوتر، ولا اجيب لكم هاتف ذكي، ولا اجيب لكم لابتوب، ايه رايكم؟ هاخد الايه الاراء بقى بتاع الناس كلها واشوف مين الاغلب ومين الافضل، وممكن اخد براي ايه الطلب. السلام عليكم طلبة وطالبات الصف الرابع الابتدائي تكنولوجيا المعلومات، الدرس الثامن اعداد التقارير لنتائج الابحاث. عملية الريبورت ده بعد ما بعمل ريسيرش، يعني بعمل بحث، حاجة مهمة ان انا اعلن نتائج البحث، لان هو ده كان الهدف من البحث اصلا، ان انا اطلع نتائج واظهرها، يا اما انشرها في دورية علمية، يا اما احطها في جريدة علمية مشهورة زي نيتشر، زي مثلا ساينس، اي حاجة من هذه الاشياء. يعلن الباحثون مثل علماء الاثار عن المعلومات التي تم التوصل اليها، التقارير لنتائج الابحاث بطرق مختلفة، ومنها المدونات الالكترونية او الرقمية، هي مواقع الكترونية بها العديد من المذكرات والاداء الشخصية، وتكون خاصة بشخص واحد فقط، اللي هي المدونة الرقمية او البلوج. المقالات المنشورة الرقمية هي نصوص منشورة الكترونية تحتوي على معلومات متاحة للنشر والتنزيل. مواقع التواصل الاجتماعي يتم فيها التواصل الالكتروني بين عدة اشخاص ومشاركة المعلومات والاراء والافكار وتبادل الرسائل، مقابلات، محادثات او مقابلة بين طرفين لتبادل النقاش عن موضوع معين، برامج تلفزيونية، برامج تعد لعرض التقارير والابحاث، وبتكون مصورة عن امر ما في شكل حوار ونقاش بين طرفين. من الطرق الاخرى لمشاركة معلومات محادثات الفيديو والرسائل النصرية. الطريقة الاكثر شيوعا لمشاركة البيانات هي البريد الالكتروني، يتم من خلاله ارسال رسائل لشخص او اكثر وكتابة تقرير، حيث يمكن ان تكتب بها تقرير قصير مرفق به ملفات. يبقى احنا عرفنا ايه هي طرق اعداد التقارير والنتائج، في مدونات رقمية، مقالات منشورة، مواقع التواصل، المقابلات، البرامج التلفزيونية، الايميل ده اكتر حاجة احنا بنستعملها علشان ايه نبعت، بيبقى عندي ايميل ليست ببعت لي 20 30 40 100 زي ما العدد موجود. طيب ده علامة صح او خطأ. بعض الكويزز، يعني الباحثون عن المعلومات تم التوصل اليها في الجرائد فقط، هل صح ام خطأ؟ الطريقة الاكثر شيوعا لمشاركة البيانات البريد الالكتروني، صح ام خطأ؟ المحادثات النصية ومكالمة الفيديو تعتبر من طرق مشاركة المعلومات، لا يمكنك اضافة ملفات مرفقة للبريد الالكتروني، برامج التلفزيون وسيلة للتواصل وتبادل الرسائل، المجلات العلمية المنشورة تعتبر من المصادر الرقمية. أكمل نقط طريقة التواصل بين الأصدقاء، يتشاركون فيها الحديث بالصوت والصورة، لإرسال رسالة نصية تحتوي على نتائج استطلاع رأي عن ظاهرة ما، نستخدم لقاء حواري مع اللاية مستر محمد صلاح في قناة تلفزيونية يعتبر. عدد المسؤولين عن المدونة الشخصية التي تعبر عن رأي صاحبها يكون، نقط تستخدم للتعبير عن آرائك الشخصية عبر